السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة اليوم السادس في متابعة الزغاليل ومشتريات عشان ندلع الزغاليل كده والحمام. هنا ميكس من الحاج اشرف خضير ودبل علشان نلبس الزغاليل اللون الاخضر اللي انا بحب البس الزغاليل به، والتحديق الفا جريت، كل ده من عند الحاج اشرف خضير. واهم حاجة عندي اللي هو مضاد السموم ده، لاسيب لكم صورته دلوقتي، وجروفيت بلاس اللي انا دايما بستخدمه للزغاليل والحمام، و المبسم السيليكون اللي انا كنت بدور عليه دايما، هو المبسم السيليكون ده اللي هتعرفوا فايدته جدا في زغاليل الليبا يا جماعة. الزغاليل اللي هي من عمر يوم ده اللي هو هينفع ليه. طيب قبل ما نبدأ موضوع النهاردة نشوف عندنا البيض والزغاليل الصغيرة، طبعا دول احنا شفناهم قبل كده كتير، ده اليوم السادس اللي بنشوفهم فيه. دي اصغر زغاليل عندنا اهي، الحمد لله تعبنا جه بفايدة اهو يا جماعة. اصغر حاجة دي اصغر زغاليل، هنشوف معانا البيض اللي لسه والزغاليل اللي بتفقس الصغيرة اللي هنضمها بعد كده ونراعيها معانا كل يوم. هنشوف الحمامة دي، بسم الله ما شاء الله، البيض تحتها خلاص، شوف الزغلول، خلاص الزغلول خرجه، الزغلول بسم الله ما شاء الله مش فاضل حاجة. انا بعمل ايه زي ما قلنا، قبل له شويه ميه، افتح الحنفيه اهو واعمله كده، البيضه اهو خلاص في ثانيه رجعها تاني لاهلها ونشوفها مره تانيه. وكمان البيضه التانيه اختها الحصوات التانيه اهي، خلاص شويه ميه كمان كده ونرجعها للأهالي. طيب نشوف واحدة تانية، عشان ان شاء الله دول اللي هنضمهم معانا لما يفقسهم ونراعيهم زي ما عملنا مع المجموعة الاولى اللي فوق دي، 15 زغلول الاولانيين. هنشوف، ايوه برضو هو بيض ناقر، هنغسله كده او ترش عليه مية دافية زي ما قلنا يستحسن، او البيض مشقق اهو، شوف حضرتك ازاي البيض مشقق اهو في التشقيق، يعني عليه ساعات، احنا كده بنسهل عليه. طيب هنشوف تاني زغاليل اللي فقست معانا، كمان زغلول اهو كنا رشناه مية قبل كده، البيضة بتاعته كنا رشناها مية الحمد لله فقس تمام، هنسيبه ده تمام هو واكل، مش هنعمل فيه حاجة، نرجعه لأهله. نشوف حاجة تاني، نشوف كده معانا اهو ما شاء الله دول في سلاكة، بسم الله ما شاء الله اكلين، احنا رعناهم بصينا عليهم اهو، مش لازم تشيلهم زي ما انا بشيل، بنبص عليهم هما في مكانهم. في كمان الطاجن ده في زغلول اهو، نشوفه كده واكل ولا لا. الحمد لله موكلينه، احنا هنسيبه على بال ما ياخد اللبة ونضمه على الزغلول التاني الفرداني بعد اسبوع كده بالكتير، تسيبه تحت الحضان بتاعه اسبوع، الام بتاعته والاب بتاعه، ونضمهم على بعض علشان ما نضيعش وقت الزغاليل، ما نضيعش وقت الحمام الكبير يبيض تاني. انا النوع ده من النوع الجيد عندي، فانا هاخد الزغلول ده بعد اسبوع ان شاء الله اضمه على زغلول تاني. طبعا احنا كنا اعطينا 3 ايام في الجل واعطينا يومين خميرة، لكن هقول لك انا ضفت ليه الخميرة على هانا ميكس. هانا ميكس اصلا مش محتاج اي اضافات يا جماعة، اللي نسيت اقول لكم عليه، هانا ميكس مش محتاج اي اضافات، هانا ميكس فيه كل الاضافات، فيه الخميرة، فيه الاملاح المعدنية، فيه الفيتامينات اللي بيحتاج لها الحمام، فيه مضاد السموم. طيب ليه انا حطيت قبل كده؟ لان انا كان خلص عندي الهانا ميكس، انا لسه شاري ده النهارده
كان خلص عندي انا ميكس، فانا رحت النهارده اشتريت تاني. فانا كنت طحنت شويه حبوب عندي في الخلاط، لكن طبعا مش هيبقى بجوده الهنا ميكس اللي هو الله يبارك له اللي بيصنعه الحاج اشرف خضير صاحب محلات افندينا. يا جماعه كل الحاجات دي من عند الحاج اشرف خضير صاحب محلات افندينا. طبعا لازم ندلع الحمام علشان الحمام يعطينا نتيجه كويسه. طيب انا مجهز ده كان فاضي، فانا بعمل فيه الخلطه بتاعتنا اهو اللي هي انا ميكس مجهزها. طب انا مش هعطي خميره ليه النهارده؟ هي ده في خميره، انا هدي لكل واحد شويه كده بدل ما اضيف انا الخميره من عندي، هو ده فيه الخميره. لكن انا عملت ليه الخلطه الثانيه اللي انا عملتها؟ ربما ما تلاقيش في بلدك الخميره الهنا ميكس ده، لو ما لقيتوش او الميكسات عموما يبقى هتعمل الخلطه اللي انا كنت عملتها الحبوب وبنضيف عليها. انا هنجرب اللي هو المبسم السيليكون اللي انا شاريه النهارده ده، ما شاء الله حاجه طريه جدا، لكن ده هو محتاج زغليل اللبا يا جماعه اللي هو من عمر يوم، لكن انا احب اجرب النهارده هجربه على اصغر زغلول ونشوفه مع بعض. اصغر زغلول معانا طبعا انا سايب اللي هو اللبا للحضان بتاعه يوكله، لكن هنجرب في اصغر حاجه عندي. بسم الله ما شاء الله حاجه سهله جدا ويشتغل معاك في من عمر يوم في الزغليل من عمر يوم. لكن انا طبعا معايا الزغاطه الكبيره دي اللي هي زي ما قلنا اشهر زغاطه على يوتيوب، اكتب كده اسهل وارخص زغاطه تظهر لك الزغاطه من على قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام، هتلاقي ان هي اشهر زغاطه على يوتيوب بسرنجه زي كده يا جماعه. شوف انا هدي لكل واحد شويه كده علشان هم الحمد لله الحضان مشبعهم، لكن انا مخفف هنا ميكس ده علشان برضو اعطي الخميره واسقي الزغليل. شوف حضرتك انا ما بحبش الزغلول جامد كده، بحب اسقيه، فانا بدي هنا ميكس مخفف جدا في الحر ده. هو الجرعه بتاعته اللي مكتوب عليه ان هو نص معلقه على كوبايه ميه، يعني شوف ازاي بيبقى مخفف ازاي، نص معلقه على كوبايه ميه. ممتاز جدا يا جماعه، يجيب نتيجه معاك في التزغيط، وهيعطي احجام وصحه، يعني منه غذاء ومنه علاج، يعني ما انتش هتحتاج تعالج بعد كده الزغاليل، وهو منه الغذاء ومنه العلاج. فانا احاول كده ان انا اسقيهم شويه، اعتبر بسقيهم واكلهم علشان ده اديهم يعتبر اليوم الثالث من الخميره. شوف الزغلول الحضان عامل مشبعه ازاي مشانه، هو لسه انا ما اكلتوش الحضان مشبعه، لكن الاكل محتاج يشرب، اكل محجر فيه جو حر، هو الاهالي اللي موكلينه كده. وهو التاني اخوه ما شاء الله، يعني تعبنا اللي احنا عملناه قبل كده جاب فايدة يا جماعة. هتكون سعيد جدا لما تتابع زغليلك بالشكل ده، هتلاقي نتيجة جيدة جدا. ده اليوم السادس من متابعة الزغليل، 6 ايام فقط خلت الزغاليل اهي ممكن نفطمها من اهاليها دلوقتي. دلوقتي لو انت عاوز تفطم الزغاليل دي وتاكلها انت لوحدك يوم بيومه، تشيلهم من الحضان بتاعهم، هينفع جدا جدا جدا. ممكن تحطهم في سلاكه وتوكلهم، او ما عندكش سلاكه ممكن تحطهم في كرتونه وتفرشها. شوف الزغلول الحضان موكله ازاي، لكن محتاج يشرب، لازم ضروري في الحر ده يا جماعه تسقي الزغاليل عشان ما تموتش منك. متابعة الزغاليل يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. فما شاء الله الزغلول ما شاء الله لا قوة الا بالله. تنساش تعمل لي لايك للفيديو علشان يوصل لمعظم المشاهدين. فاضل لنا الزغلول ده، يبقى كده اعطينا 3 ايام زي ما قلنا في الجل، والتلات ايام الخميرة، او لو انت عندك الهنا ميكس ده ما تعطيش الخميرة، هو في منه عليه الخميرة بتاعته، وما انتش هتحتاج يمكن لأي أدوية من اللي احنا اعطيناها اللي قبل كده دي. بكده يكون خلصنا اليوم السادس من متابعة الزغاليل، ومعانا زي ما قلنا المشتريات اللي اشتريناها تاني من الحاج أشرف خضير صاحب محلات أفندينا. هنا ميكس، بروفيت بلاس، مضاد السموم، الفا جريت اللي هو التحديق اشهر تحديق في مصر، الدبل، دبل الاتحاد،
ما شاء الله هو عامل عليها عروض يا جماعة. العرض ده ال20 دبلة ب 30 جنيه، اللي عايز يلحق اليومين دول فيها عرض على الدبل. طيب بكده نكون خلصنا موضوع النهاردة، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.